يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الضابط في العمل بقاعدة العمل، يقول العمل بما عليه العمل في هذا البلد، حيث يكثر السؤال عن مسائل فقهية تتعلق بالعبادات والعادات، ونغفل كثيرا عن هذه القاعدة المهمة، فما الضابط فيها؟ المسائل الخلافية، المسائل الخلافية أن تتبع ما عليه أهل البلد، إذا أخذوا بقول من الأقوال ومشوا عليه فلا تخالفهم أنت. نعم.